نشغل ونحفظ آيات وكمان مسابقة وهدايا. يلا تعالوا مع بعض كلنا عشان نتعلم ألوان أطفال ترانيم ونرنم، وكل واحد فينا يفهم لما عقله يركز معايا. لا زومبا عرفت تطير ولا تتكلم أساساً، ولا كرومبا عرف يتحرك من مكانه ولا يطير. علشان كده التجربة فشلت، فنرجع تاني لكرومبا مناخيره. أنا هاخد أجازة يوم الجمعة ومش هشتغل. علم إيدي تعمل رضاك، أهلا بيكم بنات وولاد كبار وصغيرين في كل مكان. أهلا بيكم في برنامجكم نوريمي. البرنامج ده هنشوف فيه فقرات كتيرة، هنشوف فيه ترانيم، وهنشوف فيه حكايات، هنسمع درس، هنشوف أشغال يدوية، هنحفظ آية، وكمان هنتعلم إزاي نصلي. أنا فرحانة أن أنا هقضي وقت معاكم. اسمي لولو وعندي واحد صاحب عايز أعرفكم عليه، اسمه ميكو. ميكو ده بقى حكايته حكاية. كان فيه لعب كتير قوي متكسرة، فأنا جمعت اللعب دي وجمعتها ودقتها في بعض ومسمرتها وكوننا ميكو. هو شخصية لذيذة، ليه حاجات كده مختلفة شوية، لكن هتتعرفوا عليه في البرنامج دوت. أتمنى أن أنتوا تنبسطوا وتتعلموا. وفي كمان سؤال في آخر الحلقة، لازم تركزوا في الحلقة كلها عشان تعرفوا تجاوبوا السؤال، وإذا بعتولنا الإجابة هنبعت لكم جوائز. هشوفكم. عشان حنان إلهه خلى الملوك يحنوا، حتى الملك بجاهه كان عامله زي ابنه. بقى يسمع الكلام وتعلم باهتمام، كبر وخرج بشعبه من مصر بالسلام. بقى يسمع الكلام وتعلم باهتمام، كبر وخرج بشعبه من مصر بالسلام. ده كان في يوم صغير وما كبر، وعرف ده صوت إلهه والقلب كان قريب، وقال له إني عبدك وكل تحت أمرك، كلمني لأني سامع مدام الصوت ده منك. واسمع له كل يوم وتقدم في العلوم، بقى قاضي القضاء يقهر وقت اللزوم، ويطيعوا الشعب كله ويمشوا تحت ظله، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نوريمي. النهارده معايا حاجه، طبعا انتوا مش فاهمين ده ايه،
ده فيل، لكن ناقصه حاجه مهمه جدا، دماغه. علشان كده هنركب له دماغه دلوقتي حالا. ادي راسه، نركبها كده اهو. ثانيه واحده. ده الفيل صاحبي اسمه كورومبا، ودي صاحبته في الغابه العصفوره اسمها زومبا. تعالوا احكي لكم قصه بسيطه حصلت بين كورومبا وزومبا ونتعلم منها حاجه مختلفه شويه. في يوم من الايام كان كورومبا ماشي في الغابه زي كل يوم، قابلته العصفوره زومبا. كورومبا بص للعصفوره كده وقال لها: الله، جناحاتك جميله جدا، ينفع تسلفيهاني؟ وفي نفس الوقت زومبا جالها فكره، قالت له: الله، زلومتك جميله جدا يا كورومبا، ينفع تسلفهاني؟ هما الاتنين اتفقوا، كورومبا يدي زومبا زلومته وهي تديله جناحاتها. تعال نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. معلش يا كورومبا. معلش يا زومبا. راحت زومبا واخدة الزلومة بتاعت كورومبا، ورحنا قاطعين لزومبا جناحاتها، وهنلزقها دلوقتي. وهنلزقها دلوقتي، هي تنام دلوقتي. هنلزقها ليه؟ كورومبا. وزومبا علشان عصفورة محترمة شوية فدت له المنقار بتاعها، علشان ما يمشيش كده يعني في وسط الغابة من غير مناخير ولا زلومة ولا أي حاجة. بقوا عاملين كده اهو. كورومبا اتبسط جدا بالجناحات وقال لها: الله. طبعا صوته اتغير، ليه؟ لانه زلومته راحت. قال لها: الله، دي جناحات حلوه جدا، بس انا مش عارف اطير، انت بتستعمليها ازاي دي؟ وهي قالت له: انت كمان زلومتك حلوه جدا، بس انا مش عارفه امشي، مخنوقه. طبعا لا زومبا عرفت تطير ولا تتكلم اساسا، ولا كرومبا عرف يتحرك من مكانه ولا يطير. علشان كده التجربه فشلت، فهنرجع تاني لكرومبا مناخيره، زلومته الكبيره. ايوه كده. وهنرجع لزومبا جناحاتها. مش جناحها اتقطع، مفيش اي مشكله، ده صلصال عادي. ورجعت زومبا تاني لجناحاتها والمنقارها، وعرفت تطير في الغابه تاني زي زمان. اما كرومبا فبصت جدا ان زلومته رجعت، ولا خلاص، لا انت تديني حاجه ولا انا اديكي حاجه. اللي عايزين نتعلمه النهارده ان احنا لازم نقبل نفسنا زي ما ربنا خلقنا بالظبط. لازم اقبل نفسي واشكر ربنا على كل حاجه هو اداني. لا 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 لا. ايه رايكم في عضلاتي؟ انا عندي عضلات على فكره. تفتكروا العضلات هي اقوى جزء في جسم الانسان؟ بس انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه. عارفين العضلات بتتحرك ازاي؟ المخ بيبعت اشارات عن طريق الاعصاب للعضلات علشان تتحرك، واذا المخ ما بعتش العضلات مش هتتحرك. يعني ممكن يكون عندك عضلات قويه بس ما تقدرش تشتغل لوحدها من غير المخ، بس العضلات محتاجه المخ، لان العضلات ما تقدرش تفكر، والمخ مش هيشتغل لوحده ويتحرك، فكلهم محتاجين بعض. فده بيبعت اشارات لده وده بيتحرك. لو عينيك قويه وبتشوف حتت بعيده قوي لكن جفونك فضلت مقفوله ومش عايزه تفتح ومش عايزه تفتح ورافضه تفتح، ايه اللي هيحصل؟ عينك هيكون فايدتها ايه؟ لازم الجفون مع المخ مع العينين وكل الحاجات دي بتشتغل مع بعض. عارفين جسم الانسان في حاجات كتيره قوي قوي قوي؟ في ايدين، واخد بالك معايا يا ميكو، ورجلين، ومخ، وعضلات، واعصاب، وحاجات كتيره قوي بتتحرك مع بعضها. ما ينفعش الايد مثلا تقول ايه: انا هاخد اجازه يوم الجمعه ومش هشتغل، فهتشيلوا الحاجات من غير ايدين. ينفع؟ ينفع يا ميكو؟ ما ينفعش، مش كده؟ لكن لازم كل الجسم يشتغل مع بعضه ويكون محتاج لبعضه. لو انت صباعك الصغنطوط اتعور وكان وجعك، كل الجسم هيبقى حاسس ان في حاجه مش ماشيه مظبوط وان في حاجه بتوجع برغم انه صباعك. هل ينفع الصباع ده يقول انا هتوجع لوحدي وبقيه الجسم مش هيحس باي حاجه؟ كل حاجه فيك بتبقى عارفه انه في حته في الجسم موجوعه. يعني عايزين نقول انه كلنا محتاجين لبعض. اعضاء جسمنا مش كلهم شبه بعض. هتلاقي الايدين مختلفه عن العينين، عن المناخير، عن البق، عن الركب، عن الرجلين،
كل حاجة مختلفة عن بعضها، لكن كل حتة محتاجة للتانية. إحنا كلنا محتاجين لبعض، كلنا محتاجين أصحابنا وعيلتنا. طب بس إحنا صغيرين، يا ترى في حد محتاج لنا؟ يا ترى إحنا لينا فايدة؟ طبعاً لينا فايدة. عارفين لما نعمل اللي علينا هيكون أهميتنا كبيرة خالص. نعمل إيه؟ هنروح المدرسة ونذاكر كويس ونتعلم، نسمع الكلام، نسمع كلام ماما وبابا وكلام المدرسين بتوعنا، وكمان ممكن نقدم حب للناس اللي حوالينا، ممكن نقدم ابتسامة تفرحهم، ممكن كمان نصلي علشان الناس اللي أكبر مننا واللي أصغر مننا، لنفسنا ولجيراننا ولكل الناس اللي احنا نعرفها. ميكو، ايه رأيك في موضوع زيزو اللي انت مش عايز تلعب معاه؟ انا عارفة كل حاجة، انا عارفة ان انت مش بتقول، بس انا بشوفك لما يجي يلعب معاك انت مبترضاش تلعب معايا. ممكن اقول مثلا الولد ده انا مش بستظرفه، انا مش بعرف العب معاه. عايزه اقول لكم حاجه، كل الناس اللي حوالينا فيهم حاجه حلوه. مثلا التفاح، التفاحه ممكن اكلها من غير ما اجيب اي حاجه عشان افتحها ولا اقطعها ولا اي حاجه. وفي فاكهه كتير كده والاقي طعمها جميل جميل جميل. في مثلا الموزه، عمر حد فيكو جرب ياكل الموزه بقشرها؟ جربت تاكل الموزه بقشرها؟ طبعا لا، لازم نقشر الموزه عشان ناكلها. طب ايه رايكم في البطيخ؟ ميكو بتحب البطيخ؟ انا كمان بحب البطيخ، بس البطيخ محتاج ايه؟ سكين عشان نقطع البطيخ وناكل الطعم الحلو اللي جواه. نقعد نقطع نقطع ونحطه في طبق وناكله بالشوكة، وقصة كبيرة قوي. البطيخ حلو والخوخ حلو، وكمان جوز الهند الناشف اللي محتاج شاكوش عشان يتكسر برضو حلو. يعني عايزة اقول انه الناس كلهم فيهم حاجة حلوة. في ولد صاحبك ممكن تلعب معاه من اول يوم، في بنت صاحبتك ممكن تلعبي معاها من اول يوم، لكن في اصحاب تانيين محتاجين وقت علشان نقدر ننبسط معاهم ونفهمهم. لكن كل الناس فيهم حاجات حلوة، واحنا كلنا محتاجين لبعض. ادي الناس فرصة، ما تقولش لا لا انا مش هلعب معاه، ادي له فرصة مرة واثنين وثلاثة. حب كل الناس، صحيح كلنا مختلفين لكن كلنا محتاجين بعض. الآية بتاعت النهاردة بتقول كده، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألموا معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرحوا معه. من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. تسامحه تسامحه وتفضل تحبه. أنا عارفة أن الكلام ده مش سهل، لكن ده اللي طالبه مننا ربنا، مستوى عالي عالي خالص خالص من المحبة والتسامح والغفران. علم إيدي تعمل رضاك، ومثال يسوع أتمسك بيه، ولو في يوم واحد عيط بإيدي أطبطب عليه. إيه ده بجد؟ إحنا بنعمل كده ولا بنشوف واحد هاري روحه عياط ووشه أحمر ودموع دموع كده ولا كأن في حاجة؟ بنروح نطبطب على الناس وبنقول له إيه اللي مزعلك؟ طب في حاجة أقدر أعملها لك ولا لأ؟ ولا إحنا ملناش دعوة؟ يا ترى بنروح ونشوف اللي زعلان ده ماله؟ حتى لما كناش بنعمل كده، خلينا نبتدي نعمل كده. علم إيدي تعمل رضاك، ومثال يسوع أتمسك بيه، ولو في يوم واحد عيط بإيدي أطبطب عليه. وفي متى 5:39 ده الشاهد بتاع الآية، اللي مش مصدق إنه يسوع قال كده يفتح الكتاب المقدس في متى 5:39 هيلاقي الآية قدامه على طول. وفي متى 5:39 لو انضرب على خدك اليمين حول له التاني كمان.
مش ضعف، مش ضعف، دي قوة إيمان. صدقني دي قوة إيمان. إيه ده؟ إزاي أقول كده؟ يعني أضرب واستحمل كمان وكمان وكمان؟ مين الأقوى، اللي بيتحمل ولا اللي على طول يضرب بسرعة؟ حد ضربني أضربه، زغدني أزغده، شد شعري أشد شعره، وقعني أوقعه، شنكلني أشنكله. مين اللي أقوى؟ مين اللي أعصابه أقوى؟ اللي يسامح ولا اللي بسرعة دب بوم؟ اللي يسامح. أنا عايزاكوا بقى إيه كل اتنين مع بعض هيمثلوا كده حاجة صغنططة صغنطوطة. واحد يعيط والتاني يطبطب عليه. واحد بس ما تضربوش بعض، ها؟ مش يعني لو انضربت على خدك اليمين تقوم يعني ما تصدق، لا يعني تمثيل يعني كده وكده. خلاص تعالوا نجربها مع بعض واحنا بنعمل التمثيل الصغنن ده ونتعلم النهاردة نسامح زي ما يسوع كان بيسامح. مساء الخير، قول بعد مساء الخير. مساء النور. اتفقوا مين اللي هيعيط ومين هيطبطب عشان مش كله يعيط وكله يطبطب. ايوه كده. اوكي قدمها كورد ويلا. علم ايديا تعمل رضاك وتسال يسوع اتمسك بيه، ولو في يوم واحد عيط بايديا اطبطب عليه، وفي متى 5:39 لو انضرب على خدك اليمين كان يسوع يا ولاد خارج من أريحة هو وتلاميذه. بطرس، أندراوس، سمعتوا الصوت ده؟ سمعنا إيه؟ زي ما يكون حد ماشي ورانا. مش معقول، انتوا فعلا مش سامعين؟ لأ، شفتوا؟ علشان تسمعوا كلامي. يسوع انت مصدقني مش كده؟ ما تقلقش، دول شوية ناس ماشيين ورانا فعلا. خلونا نكمل ماشي، بتهيألي هما مشوا من هنا. يلا بينا يا جماعة. وكان في الوقت دون واحد أعمى اسمه بارتيماوس كان قاعد بيشحت على الطريق. وهو قاعد يشحت عدى عليه واحد قال له بعد إذنك ممكن تساعدني؟ أنا اسمي بارتيماوس وأنا أعمى. أعمى؟ يا حرام. هو فهمت، مش هتقدر تساعدني. عموما شكرا. على ايه؟ استنى استنى، يعني انت مش هتساعدني بجد؟ يوه خسارة. هو ليه مفيش حد عايز يساعدني؟ ده رابع واحد يعدي النهاردة وكل الناس بتهرب، محدش بيرضى يساعدني. وكان في الوقت ده يا ولاد يسوع معدي قدامه وبيتكلم مع الناس، لكن هو بدأ يصرخ بعيله حس ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني. فناس كتير قالت له ششت اسكت خالص، لكن هو قعد يصرخ أكتر ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني. والناس عمالة تزيد وصوته عمال يقل، لكن هو ما استسلمش لأن عايز يسوع يساعده. فضل يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني. اسكت بقى اسكت، يسوع مش عارف يقول حاجة منك. يا يسوع ابن داود ارحمني. أول يا ولاد ما فضل يعلي صوته يسوع وقف وقال لهم هاتوا لي الراجل اللي بينادي عليا دون، اندهوه تعالى يسوع عايز يشوفك. أول لما سمع كده ساب جلبيته وقام وجي عند يسوع. أيوة يسوع، أنت عايز مني إيه؟
لا قول يا برتماوس، انت عايزني اعمل لك ايه؟ انا عايز اشوف ايمانك قد شفاك. ايه يعني اقلع النضاره؟ ايه ده، انا شايف، انا شايف، انا فعلا شايف، انا شايف الناس كلها. وفي لحظتها يا ولاد شاف برتماوس ومشي ورا يسوع كل الطريق. عارفين يا ولاد، النهاردة جايين عشان نتكلم على مفتاح جديد من مفاتيح الصلاة. كم واحد فينا شاف في مرة وهو بيعدي الشارع واحد مش قادر يشوف أو مفتح عينه ومش عارف يعدي، ولما شفته عرفت تعمل إيه؟ يا ترى رحت مسكت إيديه وعديته، ولا قلت يوه الناس دول مالوا البلد، أنا خلاص بقى زهقت؟ النهاردة جايين عشان نتكلم على الناس دول ونحس بيهم، نحس فعلا بأن الناس دول عندهم مشكلة وإن إحنا علينا دور علشان المشكلة بتاعتهم دي تتحل. إيه الدور ده؟ إن أنا أصلي لهم وأصلي بأمانة عشان الناس دول فعلا يكونوا بيقدروا إن هما المشكلة بتاعتهم دي ما يبقوش حاسين بيها. النهاردة هنلعب لعبة جميلة جدا، مين هيلعب معايا اللعبة دي؟ مارتينا، مارينا، عايزة اتنين تاني، مين تاني يلعب معايا اللعبة دي؟ اوكي مارك، مين تاني؟ خلينا نبتدي بمارتينا ومارينا. تعالوا، عايزين نمثل، عايزين نمثل ان احنا في حد فينا مش بيعرف يشوف والتاني هيشربوا ميه. مين مش بيعرف يشوف؟ مين نغمي؟ مين فيكم؟ اوكي حاسه بايه يا مارتينا وانتي مش شايفه؟ مش شايفه اي حاجه غير ضلمه. زعلانه عشان مش شايفه؟ دوري عليها. برافو برافو، ميرسي جدا يا مارتينا. تعالي بقى، عايزه تعملي ايه دلوقتي؟ عايزه اسالي لكل واحد ما بيقدرش يشوف ويخلي ربنا يقدر يخليه يشوف. امين. تعالي نصلي. يا رب بشكرك يا رب جدا لان انت خلقتنا واحنا سلام يا رب، واحنا اوقات كتير مش بنحس بالناس اللي عندها مشاكل، بصلي لك يا رب عشان كل واحد مش بيقدر يشوف، انت قادر يا رب تفتح له مخه، قادر يا رب ان انت تساعده بطريقه تانية علشان ما يحسش بالظلمه اللي هو عايش فيها، في اسم يسوع. آمين. عندنا لعبة تاني، مين هيلعب فيها؟ راني. راني، هنعمل حاجة مختلفة في اللعبة دي، هنربط ايدين راني وراني عليه ان هو يرسم حاجة على البورد اللي احنا شايفينها دي، وبقية الناس كلها، بقية الفريق كله هيحاول يعرف ايه الرسمة دي. جاهز؟ طب خمنوا، خمن يا امير ده ممكن يبقى ايه؟ سحاب؟ لا مش سحاب. ورده؟ ها يعني شجره. شجره. برافو برافو عليكم. عرفتوا منين اذا كنت انا مش عارفه؟ يعني ممكن نعتبر ان ده الجزع ودي الشجره نفسها. احكي لي يا راني،
نعم. احساسك ايه وانت صعب قوي عليك ان انت تحرك ايدك؟ لما اكن ايديا مقطوعه، كان ايديك مقطوعه او مشلوله او مش قادر تستخدمها خالص. نعم. في ناس كتير قوي ما عندهمش الحاجه دي، ما عندهمش ايدين يقدروا يستخدموها. عايزين نصلي عشان الناس ديت، عايزين نحس بيهم، عايزين نطلب ان الناس ديت فعلا ما يكونوش حاسين بالمشكله دي قوي. هتصلي يا راني للناس دي؟ يا رب يا صاحب اشكرك يا رب على جسمي، يا رب يا رب اشكرك على ايديا، يا رب يا رب في ناس يا رب ما تعرفش تستخدم ايديها ومشتوله، يا رب اشفيها يا رب. امين امين. اخر لعبه مين هيلعب معايا؟ مارك، تعالى يا مارك. عارف ايه اللعبه؟ هعملها لك مفاجاه. سميري صالح. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ الاسد اكل. أسد. اسد صح؟ داوود. لا هجم على الاسد. دانيال. هجم على الخرفان. دانيال. برافو برافو مارتينا. دانيال في جوب الاسود. عايزين نسقف له. اسحب بالجامد ولا بالراحه؟ اخيرا. قول لي يا مارك، حسيت بايه؟ مش عارفه اتكلم، مش قادر تعبر عن اللي انت عايز تعمله؟ طب عايز تصلي لكل الناس اللي مش قادرين يعملوا كده؟ تعالى نصلي لهم. يا رب يسوع، يا رب انا بشكرك انك اديتني يا رب كل حاجه فيا كويسه يا رب. يا رب انا بطلب منك يا رب انك تخفف الناس يا رب اللي هي مش قادره تتكلم يا رب وتحفظهم. امين امين. تعالوا كلنا يا ولاد دلوقتي نمسك ايدين بعض. تعالوا نصلي على كل، علشان كل واحد عنده اعاقه معينه، نمسك ايد بعض كلنا. ممكن تصلي لنا يا نورما؟ يا رب يسوع عايزه اشكرك جدا يا رب علشان جسمنا، يا رب علشان كل حاجه شغاله عندنا. اشكرك لان دي بركه كبيره جدا يا رب. بصلي لك يا رب علشان كل حد يا رب نعرفه، كل حد بنشوفه في الشارع يا رب عنده اعاقه معينه، يا رب ممكن تكون تعبيه يا رب، حد مش بيشوف او مش قادر يمشي. يا رب بشكرك لانك بتحب الناس ديت يا رب زي ما بتحبنا بالظبط. يا رب ساعدنا ان احنا يا رب نكون بنحبهم، نكون بنوريهم محبه، نكون بنساعدهم يا رب لو نقدر. يا رب بطلب يا رب انك تفرح الناس ديت يا رب بحاجات تانية كتير في اسم يسوع. امين امين.
سامي. سامي اسمه سامي ماجد عادل، مامته وباباه بيخدموا في فريق الحياة الأفضل، وعلشان كده هو كمان كان مصمم إنه هو يروح يخدم مع فريق الحياة الأفضل. مع صغر سنه وصغر حجمه كان مصمم، وباباه قال نشوف ونجرب. تعالوا نشوف مع بعض. بيجرب في أول تجربة الجيتار. انتظرونا في حلقة تانية هنوريكم التجربة التانية اللي جربها سامي علشان ينضم للفريق. سؤال الحلقة النهاردة هيعجبكم قوي لأنه هو عنكم. السؤال بيقول كده: يا ترى الأطفال مهمين دايماً ولا أحياناً ولا مش مهمين خالص؟ هقول لكم السؤال مرة تانية: يا ترى الأطفال مهمين دايماً ولا أحياناً ولا مش مهمين خالص؟ لو أنتوا شايفين الأطفال مهمين، مهمين ليه؟ اكتبوا لنا السبب. لو أنتوا شايفين إن هم فعلاً مهمين، ابعتوا لنا الإجابات، هنبعت لكم جوائز، ابعتوا لنا ونبعت لكم، نصلي لكم وتصلوا لنا. باي باي، هشوفكم الحلقة الجاية. ابعت لنا بلات اسمك ليك عنوانك، وأنت كم تمريك عن مكانك؟ الحل السينكرونيفون لك ايميل صبح بقى ظهر او ليل. مش فاهم حاجة خالص. ليه مش فاهم؟ الكلام مش واضح. طيب تعالوا نتكلم جد، ابعت لنا اسمك وعنوانك وانت قاعد في مكانك، الحل يبقى في رسالة تليفون او ايميل صبح ظهر عصر ليل، حتى لو المسافة طويلة راح توصلك الهدية الجميلة. يا ترى الاطفال مهمين دايما ولا احيانا ولا مش مهمين خالص؟ ابعت بسرعه.